سلام انا بكت على السطح مش عندها فاي في عندها برميل شكله ضربة شمس بدوي لشوف يعني كادر فويلر اصلي اه مش شايف زكم ارفع شوف خلي في الزبوز لا مغمضات ما هي داخلة بغيبوبة هات ديكلوفين ابراهيم نشوف عجوز عندها حرارة هات لي برد ديكلوفين وضعها صعب والله يسلمك مش زيها الارقام قلت لك هذا الطبق راح جاي مش مشكلة لف لي الكلبة امسك ارفع لي دنانها ارفع لي دنانها ارفع 39.5 امسك دقية بدك شيء ارمي انا بدي خلص ارمي غدا ورا الجبل ورا السور عنده حرارة هات الابرة بعطيها بزيادة بس الكلب وضعها صعب بدك تعرف عندها سخونة تقريبا 40 حرارة أعطينا غاكيت هار إذا ضبط إذا تحسنت فيها فرصة تضبط حياة إذا تحسنت بجوز تموت الكلب لأن أنا قديش لها هيك؟ مليون من أي ساعة؟ انتظر على المغربية أكيد أربع خمس ساعات؟ إذا تحسنت احكي معي بتعطيها 500 هات نجرب نعطيها إبرة أنسلين هات بس الكلب والله مخطر يعني صعب هات نعطيها إبرة مضادة خليها ساعة ساعتين شو بعدها شو بصير؟ إذا ممكن لأ ممكن خلص الدماغ عندها شغل شوف بعد ساعتين شو بصير ممكن تعيش ممكن تموت ماشي خذ رقم احتمالي بعد